بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي، طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا بكم. اللي قدامكم السؤال 17 في التوقعات للديناميكا. السؤال بيقول: الأشكال الآتية تمثل العلاقة بين القياس الجبري لمتجه السرعة والزمن، فإن مقدار السرعة يتناقص في الفترة 0 و 2 ويتزايد في الفترة 2 و 4 في كل من الأشكال الآتية ما عدا. يعني احنا عايزين نعرف في كل الاشكال الاتية مقدار السرعة بيتناقص في الفترة من 0 لـ 2. لو انا بصيت على الاولاني هنا، مقدار السرعة بيتناقص فعلا من 0 لـ 2 اهوت. في الشكل باء، مقدار السرعة بيتناقص من 0 لـ 2. خد بالك القياس الجبري، القياس الجبري لمتجه السرعة، خد بالك العلاقة بين القياس الجبري لمتجه السرعة. طيب هنا في الشكل رقم جيم، مقدار السرعة من -2 طلع للصفر، فهنا هيبقى مقدار السرعة بيتناقص برضو في الشكل جيم، لأنه بالسالب يبقى بيتناقص. خد بالك هنا لما يبقى نازل في اتجاه المحور الاتجاه السالب للسرعة يبقى مش يتناقص، ما يبقاش يتناقص، لا. يعني ده يتناقص مع انه طالع. خد بالك في الاتجاه السالب للسرعة او الاتجاه السالب لمحور الصادات، يعني في السالب للسرعة، ده كده بيبقى يتناقص مش يتزايد، وده مش يتناقص. يبقى اللي انا عايز افهمه لك ايه؟ ان ده كده يتناقص فعلا. طيب يبقى اذا اتفقنا ان الالف بيتناقص لانه في الموجب نازل، وهنا نازل، في الموجب بيبقى نازل، وهنا في السالب بيبقى طالع يتناقص، هنا في السالب ونازل لا. طب تعال نشوف التانية بقى، هل بيتزايد من 2 لـ 4؟ من 2 لـ 4 هنا نازل في السالب يبقى بيتزايد. خد بالك من الكلام اللي بقوله، هنا من 2 لـ 4 بيزيد لانه في الموجب، هنا من 2 لـ 4 بيزيد لانه في الموجب، طب هنا بالسالب من طالع من 2 لـ 4 لا يبقى بيتناقص. يبقى انا عايزك تفهم الحتة دي، وبالتالي في كل الاشكال الاتية صحيحة ما عدا رقم ده اللي هو الغلط. دي حتة مهمة جدا يا شباب، يا باشمهندسين لازم تفهم اللغة دي. الخط هنا نازل يبقى يتناقص في الموجب، الخط هنا نازل يتناقص في الموجب، الخط هنا طالع يبقى يتناقص في السالب، العكس الشكل. الخط ده انت شايف ان هو يتزايد، بس طالما في السالب يبقى يتناقص. افهم اللغه عشان تبقى فاهم اللغه البيانيه عامله ازاي. وهنا طبعا نازل، لا ده يتزايد، ما يبقاش يتناقص، وبالتالي ده غلط. طب نشوف يتزايد من 2 لـ 4. ده زي ما قلت لك في السالب لما يبقى نازل كده يبقى ده يتزايد، وده طالع عشان في الموجب، يبقى بيعكس اتجاهه في السالب، بيعكس اتجاهه. اتمنى ان تكونوا فهمتوا طريقه حل السؤال. استنوني في السؤال القادم في التوقعات.